لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأهلي يستفيق أفريقياً ويواصل عروض الكرة الجميلة بثنائية في مرمى الهلال السوداني. بدأ الأهلي بالشناوي قدامه 4-2-3-1، فتحي وربيعة قلبين دفاع، على يمينهم هاني، على شمالهم وحيد، قدامهم السلية وقفشة على الدايرة، قدامهم على اليمين الشحات، على الشمال رمضان، وليد سليمان في عمق الملعب، خلف مهاجم وحيد أجايه. في البداية هنتكلم عن أهم المميزات اللي ضافها فايلر للفرقة، ومن هنا نبدأ ندي حكم مبدئي عليه. أولاً، البعض بيعترض على فكرة اللعب بارتكاز واحد. هنوضح لكم بعض التفاصيل اللي بيطبقها فايلر عشان ما تحسش إنك بتلعب بدفندر واحد. لاحظوا هنا في مرحلة بناء الهلال 8 لعيبة في وسط ملعبهم، لاحظوا تضييق المساحات وغلق كل زوايا التمرير، شوفوا الحصار ده والنجاح في افتكاك الكرة وبناء هجمة أهلوية جديدة. ايه ده؟ تاني هنا بناء الهجمة، ولاحظوا برضو الانتشار، أجاي قافل على قلب الدفاع والشحات قافل على الباك ومايل مع لاعب الدايرة، وليد هنا قافل على لاعب التحضير، ورمضان قافل على قلب الدفاع التاني والباك، وهنا قفشة مايل على لاعب الدايرة. في النهاية مش مدي فرصة لحارس المرمى انه يبني. النتيجة كانت ان الاهلي قدر يبني هجمة سريعة نتيجة الانتشار والضغط السريع. ايه ده؟ لحد دلوقتي لعيبة الاهلي بتطبق الافكار بنجاح، وحارمين الهلال من الوصول لوسط ملعبهم. طب لاحظ معايا بقى في حالة المرتدات من الهلال، هنا الاهلي معاه الكرة وبيهاجم بسبع لعيبة او اكتر، هنا الضغط على السلية والمحاولة للتحول الهجومي السريع. على مين يابا؟ سرعة كبيرة في الاهلي في الارتداد وافتكاك الكرة. نفس الكلام اهو، الكرة اتقطعت والهلال في محاولة للهجوم السريع، نجح الاهلي في قطع الكرة وبناء هجمة جديدة. التعابة والحلاوة دي اقسم بالله. طب بعيدا عن فكرة الضغط السريع والمعاكس اللي بيطبقه فايلر واللي ما بيحسسكش انك بتلعب بارتكاز واحد، هو ليه فايلر بيعتمد على ارتكاز واحد برغم ان عنده اليو ديانج؟ عشان يقدر يعمل تعدد في محاور بناء وتطوير الهجمة. لاحظوا هنا السلية وعلى يمينه ربيعة وشماله فتحي، شوفوا هنا قدامهم قفشة صانع لعب، رمضان صانع لعب، الشحات صانع لعب، وهنا وليد بيدخل في العمق جنب أجاييه عشان يقدر هنا الأهلي يعمل مثلثات على الأجناب والعمق، فيضمن هنا الاستحواذ والقدرة على صناعة اللعب عن طريق أكتر من محور. هنا قفشة عنده جرأة في الباص بين الثلاث لعيبة، وهنا عبقرية رمضان في الاستلام والتحرك والرؤية، طلع هنا هاني في مساحة روعة، وهنا دخول الشحات للعمق عشان يفضي المساحة دي. شفتوا كام لاعب اشترك في جملة واحدة بأدوار مختلفة؟ أنا انبهرت، أنا بهير نفسي انبهرت. تاني هنا رمضان ونزل له قفشة عشان يسند معاه ويجمعوا لعب في الناحية الشمال. مين ده؟ قلب الدفاع التاني فتحي اللي بيقدر يزيد في وسط الملعب عشان يعمل محطة لنقل اللعب، وهنا السلية على الجنب التاني بنفس أدوار قفشة. بمناسبة الفكرة اللي شفناها في الحالة اللي فاتت وهي تجميع اللعب عشان يخلقوا مساحات عكسية، تعالوا مع بعض نشوف الأفكار اللي بنى عليها فايلر النهاردة. لاحظوا هنا المربع ده فيه كام لاعب أحمر؟ 5 لعيبة، عشان هنا يقدروا يجمعوا اللعب ويسحبوا الدفاع السوداني ويوسعوا المساحة العكسية. هنا رمضان نقل الهجمة بسرعة على هاني، بقى موقف 2-2، وهاني هنا في التحرك في ظهر الباك عشان يستقبل الكرة التانية. ايه تاني؟
تعال. لاحظوا هنا ثلاث لعيبة وأجاي ووليد بيرحلوا عشان النتيجة إن 8 لعيبة من الهلال يضطروا يروحوا في التلت ده. شوفوا المساحات العكسية اللي حاول الأهلي إنه يخلقها ولاحظوا النجاح في استغلالها. إيه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا اسطى، قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. كلها افكار بتدينا مؤشرات كبيره في الحكم على فايلر. طب تعالوا مع بعض نكمل افكار فايلر الهجوميه وبعض النقاط اللي تقريبا ثابته في كل الماتشات. ليه بيعتمد على اجاييه؟ اجاييه مش بس لاعب يقدر يتحرك على اطراف الملعب عشان يسحب الدفاع، ولا انه لعيب ناشف بدنيا فيقدر يعمل لك المحطه، لا ده عنده ميزة كبيرة انه بيقدر يزيد في وسط الملعب عشان يدي افضلية للفرقة، ومن هنا بيجي الاعتماد عليه. هنا اجاييه بيخطف المدافع ويهرب على الطرف عشان يقدر يوسع مساحة في العمق وليد سليمان يقدر يملاها، والشحات بيجي منطلق هو كمان وتحصل للربكة الدفاعية في قلب الملعب. ولاحظولي هنا سرعة الارتداد ودور وسط الملعب في الافتكاك، هنا واضحة قوي شخصية المدرب في تنفيذ الأدوار من لعبته. تاني على الطرف قدر يسحب الدفاع وحرر هاني، وبعد كده انطلق في العمق عشان يفضي مساحة الوليد يقدر يستقبل الباك باس. يبقى احنا بنقدر ببساطة ندخل جوه دماغ الراجل ونعرف هو ليه بيعتمد على أجاييه تحديدا. اللهم صل على النبي، دماغك دي المصاد. لاحظوا هنا في الحالة دي حالة مركبة شوية، بتوضح دور وسط الملعب ودور أجاييه. هنا فتحي بيبني الهجمة ورمضان بيتحرك عمودي معاه عشان يديله حل وزاوية تمرير، فسحب معاه الباك، وهنا وليد سليمان قدر يتحرك في ظهر الباك في مساحة رمضان. أجاييه هنا بيميل عشان يعمل مثلث ودخل في القلب عشان ياخد مكان. تروس كلها بتتحرك في مكنة أفكار فايلر. ادي اهو الشكل اللي الاهلي بيقابل بيه 4-1-2-3 اللي بتتحول ل 4-1-4-1 عشان يقدر يضمن الاستحواذ اللي بناء عليه بيسهل له ضمان الكره، وبالتالي بيتجنب خطوره المنافس، وكمان بيضمن له تتابع الهجمات والانتشار العرضي الممتاز. هنا في مصر بيعتبروا الكوبري اهانه، واحيانا بيجيب صداع عليك من فضلك. بص رسائل مهمة. رئيس الأهلي محمود الخطيب، عليك إدراك قيمة جمهور الأهلي أكتر، هم راس مالك، لو أردت مواصلة النجاح لك منا كل الاحترام والتقدير والدعم، وصدقني نستاهل أكتر من تعبك ونزولك وردك على التحية. جمهور الأهلي العظيم شكرا قوي، شكرا على كل لحظة. هتافكو كان سبب الروح والقتال في لعبة الأهلي وقت الماتشات الصعبة، شكرا لأنكم كنتوا سبب في محاسبة المخطئ والإشادة بالناجح. شكرا على لقطة ما شفناهاش من أيام كاس العالم من جمهور اليابان. شكرا عشان بتزرعوا في كل الأجيال اللي طلع معنى الانتماء لأي حاجة يطلق عليها اسم الأهلي. شكرا على مشهد يستحق الأفضل في 2019.